3 حيل تكنولوجية بتقدروا تستفيدوا منها بأعمالكم اليومية. سكرت تاب بالبراوزر بالغلط، تقدر تضغط على Ctrl Shift T ورح يرجع يفتح التاب اللي سكرته بالغلط. بدك تعمل شير لفيديو على اليوتيوب عن ثانية معينة؟ اكبس على شير الموجودة تحت الفيديو ورح تلاقي تشيك بوكس بتقدر تحدد فيه الوقت اللي بتحب الفيديو يبلش من عنده. بدك تعمل سكرين شوت لجزء من الصفحة اللي انت عليها؟ بتقدر تستخدم سنيبينج تول الموجودة على جهازك، بتحدد المنطقة اللي حابب تعملها سكرين شوت، بتقدر تسيبها على جهازك. هاي النصائح التكنولوجية مقدمة لكم من داماماكس، نتمنى تكونوا استفدتوا. تابع قناتنا على يوتيوب واعمل سبسكرايب لمزيد من المعلومات.